الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان نسمع الصوت. وبعد، فمن الآية التي قرأناها قبل قليل هي قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يتحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن تعامل بعض من الناس الصالحين، بعض من العباد المحبين للقرآن، المحبين لتلاوة كتاب الله. إن الذين يتلون، تلاوة قراءة، يتعاملون مع القرآن تلاوة وفهما وتطبيقا، والفعل هنا فعل مضارع، والفعل المضارع يعني الاستمرارية، من مفهومه ومن معناه الاستمرارية، يفعل، لأن الماضي فعل مضى، أما المضارع فهو الدوام. نعم، الدوام والاستمرارية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذن جاء الفعل بصيغة المضارع، مضارع دائما، دوام الاستمرارية. فالمؤمن لا ينقطع ولا يجعل مع القرآن قطيعة، ولا يقرأه في مكان دون مكان، بمعنى المكان، يقرأه في مكان المسجد في الأسبوع مرة أو مرتين، أو يقرأه في زمان دون زمان، وإنما دائما يقرأ كتاب الله عز وجل ويتلوه دائما، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، كلما أتيحت له فرصة في تلاوة القرآن الكريم بادر إلى تلاوته، بل يجعل للقرآن وردا، أي يجعل لنفسه وردا مع القرآن، ورد القرآن، فيقرأ حزبين مثلا أو ثلاثة أحزاب أو أربعة أحزاب كل يوم، ولكن التلاوة مع الترتيل، لأن الترتيل يجذب ماذا؟ الفهم، وارتل القرآن ترتيلا، بخلاف من يهذ هذا، أي يسرع في تلاوة القرآن الكريم. فمن قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بخلاف من يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فحينما تقرأ القرآن الكريم آية آية مع الترتيل فتكسب التدبر والتفهم لهذه الآية التي تقرأها. أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما الذي يسرع في تلاوة القرآن الكريم فهو لا يفهم، ومن يقرأ عليه لا يفهم،
إذن هو لا يفهم، والذي يسمع له لا يفهم. فلو طلب منك أحد تقرأ عليه رسالة، يعطيك رسالة يقول لك اقرأها علي، هل تقرأها عليه بتدبر أو بترتيل بتأنين، أم تقرأها عليها بترسل بحذر بخفة وبسرعة؟ تقرأها عليه بتأنين حتى يفهم المقصود من الرسالة. إذن هذه رسالة الله سبحانه وتعالى، إذا قرأ الإنسان يقرأها بترتيل. ولذلك أنواع القرآن، تلاوة القرآن كم أنواع تلاوة؟ نعم، أنواع تلاوة القرآن، ترتيل أنواع تلاوة ثلاثة، تحقيق، ترتيل، تحقيق، الحذر. أنواع القراءة، أنواع تلاوة القرآن، يعني أنواع تلاوة، أنواع القراءة، تقرأ بترتيل وتقرأ بتحقيق وتقرأ بحذر، يعني على هناك قراءة صلاة وهناك قراءة تعلم، أنواع القراءات يقرأها الإنسان. إن الذين يتلون كتاب الله، الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، فالمؤمن لا يشبع من كلام الله، المؤمن لا يشبع من كلام الله. هل يشبع الإنسان وهو يقرأ القرآن؟ لو قرأت قصة ثم أعدت قراءتها مرة ثانية، ثم أعدتها قراءتها مرة ثالثة، هل تملها أم لا؟ يقع لك ملل. لو الخطيب الجمعة يلقي عليك خطبة، يلقي الخطبة على المصلين، على الناس في هذه الجمعة، موضوع ما، ثم في الخطبة الموالية موضوع نفس الموضوع، نفس الموضوع، هل يملها الناس أم لا يملها؟ يملونها. فلأنه كلام البشر، وكلام البشر يمل إذا تكرر، بخلاف كلام الله عز وجل لا يمل. كلام الله تبارك وتعالى لا تمله الأتقياء، لا يمله المؤمنون، لا يشبع منه العلماء أبدا. كلما قرأته إلا وازددت عطشا لقراءته، حبا في قراءته، رغبة في إعادة تلاوته وقراءته. ولذلك نعم، ولذلك الصورة التي نقرأها كثير في صلواتنا في كل ركعة، فاتحة، الفاتحة نقرأها في الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، الركعة الرابعة، في الصلوات الرباعية، ثم الثلاثية، ثم الفجر، وهكذا نقرأها في كل ركعة. كلما قرأتها وكأنك قرأتها لأول مرة. في بعض الأحيان نمر على آية من كتاب الله عز وجل وكأننا لم نقرأ هذه الآية، كأننا لم نقرأها، حتى يعود الإنسان إلى التفسير ويراجع تفسيرها أو معناها. قرآن كريم، لأنه كلام الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله، هذا القرآن الكريم، يتعاملون مع القرآن قراءة، فهما وتطبيقا، هالثلاثية لابد منها، ثلاثية لابد منها، وإلا الله عز وجل يحاسبنا، يسائلنا يوم القيامة. فأنت تقرأ القرآن، إن لم تقرأه سئلت يوم القيامة، لما هجرت كتاب الله عز وجل؟ قال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم الأمر الثاني الفهم، كلما قرأت آية إلا حاولت فهمها وعملت جهدا في فهمها. ثم الأمر الثالث وهو التطبيق. وهكذا كان السلف الصالح، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ما ينتقلون إلى آية في الحفظ إلا بعد فهمها، وإذا فهموها كانوا يطبقونها. ولذلك بعض الصحابة كانوا يرون فيهم القرآن الكريم، يجسدون القرآن الكريم في حياتهم، في
في حياتهم، تعاملهم مع القرآن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وصفته أمنا عائشة أحسن وصف، لما سئلت قال كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، بمعنى يقول بالقرآن، يفعل بالقرآن، يمشي بالقرآن، يجلس بالقرآن، يسافر بالقرآن، يقاتل بالقرآن، يسالم بالقرآن، يعادي بالقرآن، يحب بالقرآن، يتزوج بالقرآن، يطعم بالقرآن، يأكل بالقرآن، ما معنى يشرب بالقرآن، كل فعل كل حركاته إلا بالقرآن، يعني ينطلق من القرآن الكريم. قال الله قال رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني كل أمر، كل أمر يقدم عليه الإنسان إلا وينظر في القرآن الكريم، فإن وجده طبقه، إن وجد فيه الأمر فعله، إن لم يجد فيه الأمر أمسك عنه. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، حكم الله فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يتلون كتاب الله، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، جاء التلاوة وجاء قراءة، تلاوة فين؟ فين في القرآن الكريم تلاوة؟ أتلوا هذه تلاوة. إن الذين يتلون، نعم قرناها قرأناها، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة حق تلاوته. إن الذين يتلونه حق تلاوته أتلوا عليهم، لا اقرأ، لا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، تلاوة، ثم القراءة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الذي يقرأ القرآن هل يتخيل في عقل الإنسان المسلم أن أحد يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن لا يصلي؟ لا يمكن تصوره. ولكن هل يوجد ام لا يوجد؟ قد يوجد، يوجد من يقرأ القرآن وهو لا يصلي، يتعامل مع القرآن الكريم قراءة ولكن لا يصلي. هل القرآن ينفعه في شيء؟ بل يكون حجة عليه، لأن القرآن الكريم ما يكون حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة لك يدافع عنك يوم القيامة، سهرت به الليالي وقمت به أنا الليل وأطراف النهار، تقوم به تقرأه تتلوه تطبقه فيكون حجة لك، لأن القرآن الكريم يكون شفيعا لمن عمل به، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وإما أن يكون حجة عليك بمعنى ضدك، بمعنى يشهد عليك: يا رب هذا قد هاجرني، كان يقرأ يتلو القرآن ولكن لا يصلي، ولكن لا يصلي. ولذلك في الآية اللي قرأناها: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، لأن الصلاة هي تعبير عن الإيمان، تعبير عن فهم القرآن، لأن التطبيق للقرآن الكريم الذي أمرك بالصلاة من قرآن الله، إذن فأنت تطبق القرآن الكريم، يقول لك صلي فصلي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأنت إذا كنت تقرأ القرآن ولا تصلي فإذن لا تفهم القرآن، وبالتالي فإنك لا تطبق القرآن الكريم. والشيطان لعنه الله فيتسلط على من لا، على من يقرأ القرآن الكريم أو يحفظ القرآن الكريم، تسلط عليه فيعمل على إبعاده عن فهم القرآن، ويعمل على إبعاده عن تطبيق القرآن الكريم. ولذلك الهبطي قال: حملت القرآن
ترك الصلاة عند فهم على سبيل الشيطان ترك الصلاة عندهم مشهور. أبيات كثيرة ذكرها الهبطي رحمه الله، حملت القرآن فهم على سبيل الشيطان ترك الصلاة عندهم مشهور، لأنهم إذا لم يعرفوا سبل الشيطان لعنه الله ويحاربونه بهذا القرآن استحوذ عليهم الشيطان، فيأتيهم من باب الإغراء، فيأتيهم من باب التمني. أنت حافظ لكتاب الله عز وجل، لا تخف من أي شيء، ولو تركت الصلاة فإنك ستعود وتصلي، وكل حرف تقرأه بحسنة والحسنة في عشر أمثالها، فيهدم له عمود الإسلام وهو الصلاة، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فالعلماء كانوا ينصحون حملة القرآن الكريم على قيام الليل، أما الصلوات الفرضية فهذا أمر مسلم به لأنه من الفرائض، ينصحون يا أهل القرآن صلوا، أمرنا أمرنا الإسلام أن نصلي لحملة القرآن أن يصلوا ولو ركعة في الليل، في جوف الليل، في جوف الليل. فهم لا، كما يقول القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه تفسير القرآن، تفسير القرطبي في المجلد الأول، فيتحدث عن فضائل حملة القرآن الكريم وأنهم مميزون، وأنهم ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم، فهم يبكون إذا ضحك الناس، ويصومون إذا أفطر الناس، ويقوم الليل إذا نام الناس، فهم مميزون. حملة القرآن ينبغي أن يميزوا في أخلاقهم، في معاملاتهم، في لباسهم، في كلامهم، في سلوكاتهم، في حركاتهم، لأنهم حملة مشعل الوحي. من أوتي القرآن فقد أوتي النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. أغنى إنسان فوق الأرض من هو؟ حامل القرآن. أغنى إنسان فوق الأرض هو حامل القرآن. وأشرف مهنة تعرفها؟ الإمامة. أحسنت، إمامة. إذا سئلت إمام فقلت له هل تتمنى أي وظيفة؟ إذا قال لك أنا أتمنى نكون كذا، قل له أنت جاهل، أنت جاهل. أعظم مهنة هي الإمامة. لماذا؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، فوق الإمامة ما كانش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما صلى الله عليه وسلم. وحامل القرآن يميز حتى يوم القيامة، يقال له لما يدخل الناس الجنة ذاك يدخل بالصلاة، وذاك يدخل بالزكاة، وذاك يدخل بالحج، وذاك يدخل يرتقي. أما حامل القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا منهم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة. الصلاة هي عنوان المؤمن، وهي علامة الإيمان، لأن لكل شيء علامة تدل عليه. كل من يدعي شيئا فعليه بالدليل. إذا ادعى الإنسان أنه مؤمن، ما هو دليله؟ إذا قال لك أنا مؤمن، قال لك أنا ولي الله، شنو هو الدليل دياله؟ نعم، الصلاة. إذا رأيتم الرجل يعتاد بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإن كان الحديث ما فيه من قوال عند المحدثين، لكن الدليل القاطع هو القرآن الكريم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن الإنسان يدعي أنه مؤمن ولكن لا يحافظ على الصلاة،
هل نشهد له بالإيمان؟ لا نشهد له بالإيمان. واحد كيحافظ على الصلاة في البيت ديالو ولكن لا يشهد الجماعة، نشهد له بالإيمان؟ لا نشهد له بالإيمان. لا يتخلف عنه إلا منافق أو معلوم النفاق، لأن السلف الصالح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان أمر الجماعة جماعة واجب عندهم، ولذلك اختلف الفقهاء في مسألة صلاة الجماعة، واجب سنة مستحب. فقالوا المالكية الوسط، قالوا سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها واجبة بمعنى أن الإنسان يثاب على أدائها في الجماعة ويعاقب على تركها في الجماعة. في الجماعة كان الرجل يهاذى بين الرجلين فيأتي إلى الصلاة ولا يتخلف عن الصلاة، بمعنى الإنسان يكون مريض ما يستطيع أن يقف، ما يقدرش يوقف، فيهاذى بين الرجلين، يعني يشد في هذا ويشد في هذا وغادي للمسجد حتى يصلي مع الجماعة ثم يردوه البيت ولا يتخلف عن الجماعة. ذاك الرجل للجنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أتجد لي رخصة؟ عندي شي رخصة نصلي في البيت ديالي؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، فإذا بجبريل عليه السلام ينزل، قال له قل اسأله هل يسمع النداء، فقال ارجع عود، فعاد إليه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب روح تصلي فإني لا أجد لك رخصة. ما عندكش رخصة أنك تصلي في بيتك. كان من السلف الصالح من يضع حبلا بينه وبين المسجد، أعمى لا يبصر وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فيجعل يربط الحبل بينه وبين المسجد والبيت فيتعلق به إلى أن يقوده إلى المسجد فيصلي صلاة الجماعة، يحافظ على صلاة الجماعة. من السلف الصالح من لا تفوته تكبيرة الإحرام مدة 40 سنة، 40 سنة ولا تفوته تكبيرة الإحرام. وإحنا نقول مسلمين مؤمنين، فأكثر الناس لا يصلون، أكثر الناس إذا صلوا لا يحافظون على الصلاة في الجماعة. إحنا تفريط الصلاة هو الأساس عندنا، هو العنوان ديالنا، عنوان الأمة المحمدية الآن في هذا الزمن هي تفريط الصلاة، ضيعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. صدق الله العظيم هذه الآية معجزة، فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اتبعوا الشهوات، شهوات المقاهي راه شهوات، الهاتف شهوات، تلفزيون فضائيات شهوات، تجد الإنسان يتبع الشهوات في القيل والقال في اللغو في اللهو وكذا ويضيع الصلاة، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاة لا يصلي، لا يصلي. إذن فمن علامة المؤمنين أنهم يحافظون على الصلاة، الذين يقرأوا القرآن يحافظون على الصلاة. والخطاب لما يوجه للجميع، وليس المقصود حافظ القرآن الكريم فقط، أنت تسمع كلام الله عز وجل ولا تحفظ القرآن فأنت مخاطب بهذه الآية، خاطب بهذه الآية الذين يتلون كتاب الله عن طريق المصحف، عبر المصحف تقرأ القرآن، منهم من يقرأ القرآن عن ظهر القلب ومنهم من يقرأ من خلال المصحف الشريف، فالخطاب واحد، إلا أن أفضلية من يحفظ القرآن تختلف عن أفضلية من لا يحفظ القرآن. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، قاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الله عز وجل قال وأقاموا الصلاة، في الأمر بأداء الصلاة يأتي الأمر أو فعل أقيم، إقاموا قامة الصلاة، أقيموا الصلاة قاموا الصلاة. فالفرق بين أن تصلي أن يقال لك صلي، قد يقصد منه إقامة الصلاة، ولكن لبيان أهمية الصلاة وما يترتب عليها فالله عز وجل يقول أقيم، كأن الرجل يقول أقيم الأمر، أقيم الدعوة، أقيم الدعوة. فالأمر الهام يقال عنه أقيم، كأنك تقوم. الفرق بين الجلوس والقعود والقيام،
واحد يقول له قم. الفرق بين أن يقوم وبين أن يكون جالسا. لو دخل شخص مهم أبوك مثلا دخل وأنت جالس، تقوم إليه ولا لا تقوم؟ تقوم بالفعل، ماشي غير تقوم باللسان، تقوم لأبيك احتراما له. ولكن أغلب الناس الشباب في هذا الزمن لا يقوم لآبائهم، تقوم له احتراما تقديرا تبجيلا. العالم دخل تقوم له ولا تقوم؟ تقوم له. أستاذك تقوم له ولا تقوم؟ مع أنه مثل الأستاذ وغيره فيكره ذلك، ولكن تبجيل واحترام له، وهذا له شاهد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فالله عز وجل يقول الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي أدوا الصلاة بركوعها سجودها خضوعها خشوعها، فأركان الصلاة أدوها، ماشي أداء الصلاة وهي فارغة من محتواها. الخشوع لب الصلاة هو ذا ماذا؟ لب الصلاة هو الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة بمثابة الرأس مع الجسد. إذا فصل الرأس عن الجسد ماذا يبقى؟ تبقى الحياة ولا تبقى؟ لا حياة في الجسد بعد زوال وإزالة الرأس. إذا أزلنا الخشوع من الصلاة بقي الجسد بلا حراك بلا حياة. فالخشوع، ولكن أغلب الناس في هذا الزمن يصلون ولا يخشعون. كان الخشوع ولا ما كانش؟ كانش الخشوع. وفي بعض الأحيان فالإمام يسهو إما أن يسلم وإما أن يقوم للخامسة وإما، وقد لا تجد من يسبح له، من يقول له سبحان الله، من يقول له سبحان الله. وقع لي مرة في التراويح قرأت ثم في الركعة الأولى ثم جلست تشهدت وسلمت، والمسجد فيها أكثر من 1000 مصل، ولما أتممنا التراويح وخرجت جاءني شاب قال يمكن أنك صليت ركعة واحدة، عنده شك. وأنا عرفت أني صليت ركعة واحدة لما قمت إلى الركعة سلمت ركعتي وجدت الثومون. أنا أبدأ بالربع، فإذا بي أجد أبدأ بالثومون، فعرفت أني سلمت من ركعة واحدة. ولذلك ذكر لي أحد الإخوة أنه كان يصلي إمام العصر أو الظهر، فصلى ثلاثا ثم سلم ولا أحد سبح له في المسجد. واحد قال له يا إمام ربما راك نسيت واحد الركعة، نسيت واحد الركعة. سأل الناس قال له احنا ما لا نتذكر واش صليت ربعة ولا ثلاثة، ما عارفين والو. هذا قال له باش عرفت؟ قال له ودي مني كنصلي معاك، حينما أصلي معاك أنا عندي ربعة الحوانت الدكاكين، لما كنصلي معاك كل ركعة كنحسب أشنو عندي في الحانة، شنو بعت، كنحسب أشنو بعت وشنو دخلت وشنو كذا، وراني حسبت غير ثلاثة الحوانت الدكاكين، وخصتني واحدة بمعنى راه خصت ركعة. هذا أخشى الناس في المسجد، أخشى الناس في المسجد. ولذلك الإنسان لما يدخل الصلاة يستحضر القلب والعقل، كما أن حينما نقرأ القرآن سبق أن تحدثنا لما نقرأ القرآن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة نستحضر ماذا؟ نستجمع ذهننا، الذهن نستجمعه وعقلنا بعد طهارة، ثم نجلس ونقرأ القرآن. ولذلك الصحابة رضوان الله كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا قرأ القرآن
استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا داخل الصلاة. وكذلك يستحب من الأدب حينما يقرأ القرآن الكريم أن يتأدب معه، جلسة يقرأ القرآن بترتيل، وإذا كان يستمع كذلك الجلوس، إنه نتعامل مع كلام الله عز وجل. كذلك الصلاة، وأقاموا الصلاة. ثم الأمر الثاني، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في أكثر من موضع، من العلماء من قال أكثر من في 27 مرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاءت كذلك معانيها في أكثر من ذلك. ولا تخلو صورة من صور القرآن الكريم إلا والأمر فيها بالإنفاق في سبيل الله. أي صورة في القرآن الكريم فيها الإنفاق في سبيل الله، إما صريح وإما إشارة. لماذا؟ لأن من طبع الإنسان أنه يحب المال ويبخل، يبخل، والإنسان يعيش في هذه الحياة يعرف وتعرفون، قد تعرفون أناسا ولم ينفقوا في حياتهم، كاين أناس لم يدخلوا ضيفا واحدا في بيوتهم طوال حياتهم، طوال حياتهم، حتى يقال أن شاب جاء لأمه قال يا أمه صديقي كنت أنا بغيت نجيبه للدار يتغدى معنا، قالت له واش بغيتوا تخليونا باكم ذاك الوقت ذاك الزمان ذاك العام كان بغى يجيب واحد الضيف، يعني واش بغيت تخليونا رباكم واحد ذاك الوقت ذاك العام بغى يجيب واحد الضيف، بغى يجيب الضيف يعني راه تبذير. ولذلك الإسلام يعلم الإنسان المسلم يعلمه الإنفاق، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قد تقول مثلا الشباب يقول لكم أنا يقول أنا ما عنديش الفلوس، درهم تنفقه على صاحبك تشتري له شي حاجة هدية، غير درهم راه إنفق في سبيل الله، سبق درهم ألف درهم، درهم إذا أنفقته في سبيل الله يسبق. يعلم الإنسان الإنفاق. وأنفقوا هنا الزكاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الزكاة والصدقة ينفقها الإنسان سرا وعلانية، سرا إذا لم يحتاج الأمر إلى الإعلان، وإعلان في جهرا إذا احتاج الأمر لذلك. في بعض الأحيان أنت جالس مع الناس كاين شي بخيل، بخيل جالس معهم وهو غني، وهو غني، فتخرج مال وتقول له هذا في سبيل الله، ربما يهدي الله عز وجل ذاك البخيل يقول له حشوم عليا شوف هذا الإنسان كيف ينفق وأنا ما ننفقش. بحال اللي خبرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذوك الثلاثة، الزانية والسارق زيدوا ذكروا الثالث، لا الغني، نعم البخيل الغني. فالزانية واحد الغني بغى يخرج زكاة، يخرج الزكاة مشى الليل بغى ينفقها الليل لا يراه أحد خوفا من الرئاء، ووضعها في يد زانية، امرأة زانية، فتصبح في الصباح قالوا تصدق على زانية، في الليلة الثانية أعاد إخراج الزكاة، إنه اعتبرها باطلة، ووضعها في يد سارق، فأصبح الصباح تصبح فقال تصدق على سارق، ففي المرة الليلة الثالثة أعاد إخراج الزكاة فوضعها في يد غني، فنام، فلما نام رأى في المنام شنو شاف؟ رأى أن الله عز وجل أهدى وتابع للزانية، لما انفق عليها قالت له شوف أنا كنزني ونرتكب الحرام والله كي
يتصدق علي الله عز وجل كيعطيني المال ويطعمني فتابت. السارق قال له شوف الله كيعطيني المال وانا كنقطع الطريق ونسرق، تاب الى الله. الغني شوف قال له انا غني وما نفقش في سبيل الله، علاش ما نفقش في سبيل الله؟ فتاب فاذا به ينفق ينفق. فالإنفاق إما أن يكون سرا وإما أن يكون جهرا. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفى عنكم سيئاتكم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هؤلاء الذين يتلون كتاب القرآن ويعملون به ويطبقونه ويقيمون الصلاة ويحافظون على الصلاة ويؤدون الزكاة وينفقون في سبيل الله، ماذا يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع الله، يتاجرون مع الله. فأنت لما كتتاجر مع واحد كريم غني كريم كتتاجر معه، أنت مبدئيا تعلم علم اليقين أنك ستربح. علاش؟ واحد عنده الأموال كثيرة وغني وتعطيه الأموال ديالك قليلة، أعطيه شي حاجة تقول له بغيت نتاجر معك ندير معك التجارة، ماذا تقصد من هذا؟ أشنو كتنوي؟ أشنو ترجو؟ ترجو الربح. واحد تعطيه مزلوط، تعطيه 10,000 درهم تقول له هاك تاجرني، غادي ياكلها لأنه راه فقير. ولكن إذا أعطيت للغني، هذا مثل بسيط، والله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. أنت كتقرأ القرآن وتصلي وتنفق في سبيل الله، ماذا ترجو؟ ترجو تجارة لن تبور. تجارة مع مرك تبور، لأن الناس فريقان، هناك من يتاجر مع الله وهناك من يتاجر مع الشيطان. كاين اللي يدير التجارة مع الله هو رابح، وكاين اللي يدير التجارة مع الشيطان فهو خاسر. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يزيدهم من فضله بإحسانه، الشفاعة والزيادة العظمى هي النظر إلى وجه الله الكريم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا من دخول الجنة ومن النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أخي يقول الذي حكم الذين يضربون عن الطعام أي يمتنعون عن الأكل. فتعذيب النفس في الإسلام لا يجوز. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فامتناع عن الطعام يعبر عن شيء، رفضا لشيء. فالإنسان يكون مثلا في السجن أو يكون كذا فيمتنع عن أكل الطعام حتى يفرج عنه أو يخفف عنه. هذا لم يكن في عهد السلف الصالح، فكان السلف الصالح من يسجن ويعذب ولا يمتنع عن الطعام. فخبيب بن العارث لما أخذه المشركون أن يقتل في مكة فحبسوه على انفراد، حبسوه ولم يمتنع عن أكل الطعام. وغيره من الصحابة وغيره من التابعين ومن العلماء الأجلاء الكبار. فما يظهر لي من النصوص والله تعالى أعلى وأعلم، ومن ما قرأته أنه يمتنع أو لا يجوز أن يمتنع الإنسان عن
أكل الطعام حتى يضر نفسه أو يقتل نفسه، الله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك من الناس من يقول أن قراءة القرآن الكريم جماعة غير جائزة؟ غير جائزة، هذه كلمة غير جائزة حتى مجرد السؤال بها لا يجوز. فهناك من يقول أنها بدعة، لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون يقرؤون جماعة. فما هي الجماعة؟ فلو أن جماعة من الناس بصوت واحد نطقوا بكلمة واحدة، هل تعتبر كلمة واحدة أم متفرقة؟ كلمة واحدة. فقراءة القرآن جماعة إذا كان بصوت واحد وبترتيل وبإخراج الحرف من مخرجه فالأمر ليس فيه بدعة، وإنما الأمر قد يرتقي إلى أن يكون حسن، خصوصا إذا كانت تلاوة من أجل تعهد القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعهد القرآن، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها، بمعنى أن القرآن ينفلت من الإنسان إذا لم يتعهده. وفي العالم الإسلامي أنهم يقرؤون القرآن جماعة ومتفقون في أمر واحد، وهو الشيخ حينما يحفظ القرآن الكريم للناشئة ففي العالم الإسلامي كله يقرؤون جماعة. وأنا رأيت ذلك في المسجد الحرام، المسجد الحرام يقرؤون الأطفال جماعة، يقرأ عليهم الشيخ فيقرؤون جماعة. فقد يقول القائل ذلك للتعلم، ونحن للتعهد، نقرأ القرآن جماعة للتعلم ونقرأه للتعهد. ومن حسنات قراءة القرآن جماعة خصوصا في بلدنا المغرب ففوائده كثيرة وحسناته كثيرة، بل أغلب الناس حافظوا على حفظهم للقرآن الكريم وتلاوتهم للقرآن الكريم من خلال هذا الحزب الراتب في الصباح والمساء. ومنهم من تعلم القراءة والتلاوة في قراءة الحزب جماعة، ومن الأميين من حفظوا صور من القرآن الكريم لقراءة القرآن جماعة. وخصوصا في هذا الزمن لو نترك وكل واحد يقرأ القرآن وحده لنسي الكثير من القرآن الكريم والعياذ بالله. وأعظم ذنب وهو أن يحفظ الإنسان القرآن وأن ينساه، ينسى القرآن الكريم، ينسى القرآن الكريم. ولذلك عرفنا أناسا ليس بالكثير كانوا من حفظة القرآن الكريم فنسوه، نسوا القرآن الكريم، ضاع منهم القرآن الكريم وضاع الخير الكثير منهم. والله هناك أناس أعرفهم، شخص أعرفه شخص والله لم يبقى له ما شيء من القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كان لا يتعهد بقراءة وتلاوة القرآن الكريم. الله تعالى أعلى وأعلى. نعم. اشترى البلد أو قطعة أرض، اشترى قطعة أرض كما يقول الأخ، واشتراها بنية التجارة. إذا اشتراها بنية التجارة فبمجرد ما يبيعها يزكي. مثلا شراء هذه القطعة الأرض بعشرة المليون، بقات عنده 20 عام،
باعها ب 500 مليون، فهاد 500 مليون كلها تزكى لسنة واحدة. أما إذا كان قد اشترى الأرض وورثها عن والديه، أو اشتراها من أجل فلاحة، ولا من أجل أن يبني فيها مسكنا، وليس في نيته أنه يتاجر فيها، ما عندهش النية باش يتاجر فيها، ثم باعها، فذا لا زكاة فيها، ما زكاة فيها إلا أن يدو أن يحول الحول، يدور الحول على المال. نعم نعم، الفلاحة لا زكاة فيها، إلا إذا جمع ذلك الفلوس، جمعهم ودار عليهم السنة، فحينئذ يزكيها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، يتداول عن الناس ويتناقله الناس خصوصا في الفلاحة، يقول الأخ إذا حرث الإنسان الأرض مبكرا، حرث الأرض مبكرا، وكاين الناس اللي كيقولوا يتعشر، معناه يتزكى هذا الزرعة، فهذا ليس له دليل وليس له أصل. إنسان يحرث الأرض ويزرع الأرض ولا زكاة عليه حتى إذا وفق الله عز وجل ونبت الزرع وحصاد ودرس، وإذا كان بلغ النصاب فيزكي، أما قبل ذلك، قبل موعده وقبل إبانه، فليس فيه وليس له أصل في ذلك، إنما تداوله الناس تداول عامي، والله تعالى أعلى وأعلم. أخ طالب يقول هل يجوز للمسلم يتزوج بالكافرة؟ الزواج بالكافرة لا يجوز، الكافرة المشركة لا يجوز، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومين. وأما الكتابية، الكتابية أي تكون مسيحية أو يهودية، مسيحية أو يهودية، فيجوز الزواج بالمسيحية بشروط، من شروط ذلك أن تكون مسيحية. ما معنى مسيحية؟ أن تكون تدخل الكنيسة تصلي صلاتها وتعتقد بأن الله تعبده بعبادة ولو كانت مزورة ولا تقبل منها، لكنها مسيحية. ثانيا أن تكون محصنة. ما معنى محصنة؟ لا تكون زانية، لا تكون زانية، بمعنى أن تكون عفيفة. ثالثا أن لا تكون على حساب المسلمات، إذا كان عندنا العنوسة فلا يجوز لك الزواج بالكتابية، تزوج أختك مسلمة، ماشي أختك بمعنى أختك في الدين، مسلمة أي أنت تتزوج المسلمة. رابعا أن لا تكون من دولة محاربة، معنى تحارب الإسلام، مثلا الآن اليهودية في ما يسمى بدويلات إسرائيل، بني إسرائيل، هل يجوز أن يتزوج الإنسان اليهودية من بني إسرائيل؟ لا. لماذا؟ لأنهم يحاربون الإسلام والمسلمين، فلا يجوز. إذن إذا كانت هذه الشروط الأربعة، أربعة إذا كانت توفرت، معنى تكون محصنة وتكون كتابية، زيد نعم، ولا تكون على حساب المسلمات، ولا تكون من دولة محارب، فيجوز الزواج وقل لا يوجد هذه الشروط. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.